إذن بتغطيتنا لبطولة الوصل الرابعة اليوم. الوصل يصل للمباراة الختامية مع أبو بندر. رفقاء الوصل اليوم انتصروا بركلات الترجيح على فريق سانتوز. ألف ألف مبروك، بركلة صعبة كبيرة على فريق الوصل اليوم. أول شيء الله يبارك فيك، أكيد إنها مباراة صعبة، تعرف أنت هذه مباراة دوري الأربعة، يعني لازم الفريقين يكونوا في رتم عالي عشان كل واحد يبغى يوصل للمباراة النهائية. والحمد لله ربنا أكرمنا بالفوز هذا. هل كان في ارتباك من اللاعبين؟ شاهدنا حقيقة أخطاء كبيرة في المناطق الخلفية. والله هو مو ارتباك زي ما تقدر تقول، يعني كان يعني حرص زايد، الحرص هذا انقلب ضدنا، فاحنا حاولنا بقدر ما نقدر يعني نكون حاضرين في المباراة، بس التركيز كان مفقود بالذات يعني في عندي حارس المرمى ما قصر اوكي، بس كان يعني توجيهه لي متأخر في أكثر من كرة، فهذا الشيء الرئيسي اللي كان أنا يعني الكرة جتني أنا كنت متردد إن أضربها ما أضربها، ما أتكلم تكلم، فالآدمي الرجال جاء من ورايا، أنا ما انتبهت إنه جاء من ورايا إلا بعد ما ضربت الكرة، فما أمداني إني ألحق عليه وطلعه من الباب، لكن الحمد لله قدرنا نعوض، قدرنا نسجل، نوصل النهائي، هذا أهم شيء يعني الحمد لله. كابتن أيمن نقول هدفك على مرماك هو نقطة تحول لفريقك اللي استطاع أن يعود في نفس الدقيقة تقريبا الهدف الأول وبعد ذلك الهدف الثاني. والله أول شيء كان الهدف بالنسبة لي أنا شخصيا كان مؤثر علي نفسيا داخل الملعب، يعني في التالي أنا فقدت سيطرتي في المباراة، يعني قمت أضرب أخذت كرت أصفر، لكن الحمد لله إنه كان زي ما قلت أنت نتيجة عكسية على فريقي، إنه خلاهم يلعبوا ويضغطوا أكثر، زادت المسؤولية عليهم أكثر، إلا خلاهم يعني إن شاء الله يوصلوا للباب ويسجلوا ونوصل ضربات ترجيح والفوز إن شاء الله. هدفين وكانت قابلة أن تأتي هدف ثالث وتنهونها، لكن وصلت ركلات الترجيح. حاولنا إننا نسجل الثالث لكن ما الله أراد. في كل الأحوال إحنا اللي نبغاه وصلنا له والحمد لله، هذا أهم شيء، أهم شيء الحمد لله. مباراة الختامية إيش تدعون فيها بين أرضكم بين جمهوركم ومستضيف هذه البطولة الوصل، هل للبطل؟ والله شوف مباراة النهاية طبعا لها طابع خاص وتختلف عن المباراة دوري الأربعة ودوري الثمانية، فأنت عارف المباراة النهاية كل واحد منتظر كاس خلفه وبالتالي عنده جمهور برا يتابعه، لازم يكون إيش حريص أكثر شيء، فالحمد لله إن شاء الله بإذن الله نكون حاضرين في المباراة النهائية، نكون يعني مستعدين أكثر من كذا. في عناصر يعني كويسة كان مفروض أنها تبدأ مباراة معانا المباراة هذه لكن تأخرت شوية، إن شاء الله المباراة الثانية الأخيرة والنهاية تكون يكونوا حاضرين، نلعب مباراة أفضل من كذا إن شاء الله، نأدي أفضل من كذا، وإن شاء الله الفريق اللي قدامنا في مباراة النهائية ما هو صعب، ما هو سهل عفوا، فريق قوي، أنت عارف فريق فلامينغو يعني فريق صراحة قوي، فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نكون حاضرين في النهائي أحسن من كذا ونحقق إن شاء الله الفوز. لسه ما تحددت فلامينغو والعربي لسه. والله بالله غدا بكرة فلامينغو والعربي من تقابلون فيها. سامحني العربي صراحة، العربي برضو فريق كويس يعني هو اللي بيوصل إن شاء الله معانا، إحنا جاهزين له في النهائي إن شاء الله. شكرا لك وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يعطيك العافية. شكرا لك. إذا كانت هذه كلمة أيمن شرحيلي كابتن فريق الوصل على انتصارهم بركلات الترجيح ووصولهم للمباراة الختامية قدم بإذن الله فريق العربي وبين فريق فلامينغو، من سيتصر ويتأهل مع فريق الوصل للمباراة النهائية، هذا ما لدينا، تقبل التحيات.